خير. ده دون يا هانم، بنتي يا هانم، بنتي انا مسحي. ايه في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا مش قادره اقوم. ايه اللي على كتفي ده؟ حشره ده ولا ايه؟ دي البت جاسمين. وسعي يا بت. اوعي يا بت كده. انت يا اختي بتسالينا انا ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي اكلته لنا ده؟ ده بونجو ده يا بت ولا ايه؟ والنبي انا عارفه، انا صاحيه من النوم دماغي تقيله قوي، وحلمت احلام غريبه. ده انا حلمت بالاستاذ مصطفى قمر. ايه ده؟ تصدقي ان انا كمان حلمت بالاستاذ توفيق عكاشي؟ يا باختك، الاستاذ توفيق عكاشي في الحلم نصره. لا وايه ده، ما جاليش كده هو ومشي على الفاضي، ده زغطناني مطرح البطه بتاعته. يا سلام. والنبي يا اختي اوعي تقولي لسعاره حاكم ده بيغير عليا من الهوا، ده بيحاسبني حتى على الاحلام. لا ما تخافش، مش هقول. ايه الدوشه دي؟ استنى نفسك بقى. احسن ايه يا عتفي؟ الراجل الخروف هناك. خروف ايه؟ اكيد كنت بتحلمي. انا برضو كنت بحلم ان انا دراكولا، بس كنت بمص قصب. والله العظيم الراجل الخروف واقف هناك بيتعبس في حاجتنا. فين ده؟ ايه ده؟ ده الراجل الخروف بجد؟ ايوه. طب هنعمل له ايه؟ سيبيه يتعبس. هنعمل ايه؟ مش انت ظابط؟ روح اقعد عليه. ايوه انا ظابط، بس مش معايا اذن نيابه. نيابة ايه؟ ومين اللي تاه يا اخويا؟ احنا في جزيرة، هو احنا عندنا بيت من اساسه؟ يا بنتي فهمي، ما هو انا لو قبضت عليه من غير اذن نيابة القضية هتبوظ وهياخد براءة. ازاي يعني؟ هو انت بتيجي عند ساحة الجد وتعمل كده؟ هو ليه؟ بعمل ايه؟ بقول لك اسكتي خالص، ما توديناش في داهية. استنى استنى عندك. بسم الله ما شاء الله، ده أول ما سمع صوتك اتسمر مكانه. أيوة بالظبط يا بنتي، وبعدين استنى عندك دي قعدنا ندرسها في الكلية سنة بحالها. ده جاي علينا هيضربنا ولا ايه؟ ايوه عشان احنا نستاهل الضرب، عشان انا بسمع كلامك. بقول لك ايه، لو عمل اي حاجه اجري. اجري؟ اجري. ايوه انا هجري عن نفسي. انت قلت ايه؟ انا ما قلتش اي حاجه. لا هو قال لك استنى عندك. بس هي اللي خلتني اقول كده. ممكن تقولها تاني؟ قول استنى عندك؟ استنى عندك. انتوا مصريين؟ مصريين. هو انت حضرتك لا مؤاخذة يعني لابس كده ليه؟ أنا كنت في حفلة في نادي روتري ولسه جاي. يعني أنت مش من التتار؟ لا لا. ممكن أسمعها منك تاني؟ ما أنا قلتها قبل كده. معلش تاني. أقولها عادي ولا أقولها بزعيق؟ زي ما أنت عايز. استنى عندك لأطلع عين. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. ما شافش الولاد السمر الشداد فوق كل المحن ولا شاف العناد في عيون الولاد وتحدي الزمن أصله معداش على مصر. أصله معداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. شوف أنا لفيت الدنيا كلها ما لقيتش زي الراجل المصري. والله أنت قرفتنا بصوتك أكتر ما إحنا قرفانين. أصل الواحد لما كان شوف أنا لفيت، رحت كل دول العالم، رحت أوروبا، آسيا، الخليج. رحت مسترد؟ ورحت مسترد، ما هي في الخليج. ما لقيتش ابدا زي شهامة وجدعنة الراجل المصري. ده بس عشان انت راجل بتحب. لا وايه؟ ولا الست المصرية؟ يا سلام على الست المصرية. يا سلام. بميت راجل. ده بس من ذوقك يا عارفين؟ انا رحت قعدت في البدرشين 3 ايام، عدوا عليا يجي 7 سنين، لغاية ما ربنا كرمني وقابلت أسرة مصرية. ليه؟ هي البدرشين كانت دولة محتلة من الأرجنتين؟ ما كانش فيها مصريين؟ أنا آسف، أنا خني التعبير، ما كانتش البدرشين، كانت السمبلاوين. أيوة صح، أيام الحرب السمبلاوية الثالثة.
سعادة من المؤاخذة يعني انت عمال ترغي وتفضفض معانا اكنك صاحبنا من زمان واحنا لسه عارفينك من 7 دقايق بس. عايز ايه من حد ما تكلمش من 7 سنين؟ لو انت كنت اخرس. لا يا بت، بيقول لك 7 سنين كان بيسنن. لا هو كان اخرس وبعدين لما شافنا من فرحته نطق. لا يا هاني مش اخرس، بس انا ما قابلتش حد من 7 سنين. معلش يعني لا مؤاخذة، انا عندي سؤال. الا انت اسمك ايه؟ خدامك زغلول. اعذرني يعني معلش يا اخ زغلول، انت يعني شكلك كده هو من بره حاجه ومن جوه حاجه تانية. بمعنى ايه؟ ثم انت شايفاني ازاي من جوه؟ يعني انت شكلك كده هو مطرب ومبهدل وعامل زي مجازيب الشارع. عايزه ايه من حد ما استحماش من 7 سنين؟ ايوه ايوه ايوه. ايه القرف ده؟ شكرا. معلش يا استاذ بهلول، ليه حضرتك زغلول من فضلك؟ زغلول ليه حضرتك ما استحميتش من 7 سنين؟ يعني احنا في جزيره، المايه حوالينا من كل حته، ولا في شاور جل معين انت بتحب تستخدمه وما لقيتوش؟ معلش يا اخويا، يمكن هو جلده حساس من المايه الملح. هو بقى فيه جلد اصلا؟ انا مش مشكلتي اللي هو استحمى ولا ما استحماش، يعني دي حاجه ترجع له. انا بس شايفه اللي هو يعني انا كنت فاكره اللي هو مجنون، بس طلع بسم الله ما شاء الله عاقل. لا بس المشكله بالنسبه لي ان هو قعد 7 سنين ما استحماش. يعني ايه يا جماعه يقعد 7 سنين ما استحماش؟ خلاص خلصتوا هري كلكم. لا يا ست هانم، انا عاقل وعاقل قوي كمان. احب اسمك يا جدعان. سيبني عيش، خد كل ما قبلك بس سيبني عيش. ما تخافش يا عم زغلول، ده معانا ما تخافش. سيبني نشتغل شويه، ده طلع عين ابونا. معاهم ازاي؟ لا لا ده شكله معاهم هو. لا خد كل فروتي، خد كل ثروتي بس سيبني عيش ارجوك. يا اخويا ثروتك ايه وفروتك ايه؟ انت حيلتك تشطف. سرعت الراجل يا فرج، قول له اي حاجه بالعربي تريحه. كابونكا ساو ساو تاو. شفتي؟ ساو لا لا ساو تاو. انا بقالي 7 سنين على الجزيره دي وشفت حيوانات شبه كده كتير، بس اول مره اشوف حيوان لابس قميص ازرق كده. هيشيل راسه دلوقتي ويخرج رامز جلال. لا تلاش يا عم ابو القمصان، ده بارك معاك. انا مصري زي زيك، ما تلاش، صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. انت مصري بجد؟ اه مصري. طب احلف. والله. لا قولها على بعضها. يعني ايه اقولها على بعضها؟ يعني قول والله العظيم انا مصري. والله العظيم انا مصري، بسماري ولوني مصري. ارتحت كده؟ يعني لو تعمل معايا واجب اجيب لك مصحف وتحلف عليه. انتوا جايبين لنا تهزقونا يا اخوانا ولا ايه؟ وكتاب الله مصري وايمانه المؤمنين مصري. سيبك منه بقى يا اخويا واحكي لنا حكايتك ايه. واحكي لنا برضو جيت الجزيره هنا ازاي. ماشي خلي ده معاك عشان اعرف احكي لكم. انا ارتحت لك قوي. انا اصلا كوافير رجالي. نعيم انا كوك. الله ينعم استاذ غلوب. سلم لي على بابا. الله يسلمك استاذ غلوب. يا ترى هتحاسبني ولا حاسب بابا؟ لا بابا يقول لك كل سنه طيب استاذ غلوب. لا والله هي جابت كده. ماشي ورا ناصر. ناصر انا يا اسطى. لا انا اللي هفك على وشك. ايه القلق اللي في السفاره ده؟ بيقولوا تقريبا في زياره في السفاره. تقريبا في زيارة في السفارة؟ اه. طب الحق لم بسرعة جبرت. يلا. أنا يا اسطى. يا تلفون في الله. يا ابني. بحبك. 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 مش خسارة فيك الفلوس. بحبك. خلاص على الحلاوة بقى يا جدعان. بحبك بحبك. معقولة؟ فين صاحب المحل ده؟ أي يا فريش فين؟ وبرنا ساعة الباشا. ورق المحل سليم والله العظيم، واللمبات موفره. نسمع كلام حضراتكم، وفر لنفسك. اه ولو في اي ريحه في المحل مش عاجبه حضرتك الواد ده بيضرب.
انا يا اسطى. ايوه اخرس. ما تخافش احنا جايين لحاجه تانية. انت قفلت ولا لسه يا فندم؟ المقفول يتفتح لك. اهلا وسهلا وابورني. سيادتك شعر ولا دقن ولا تحب تسيبها ديرتي؟ لا مش انا اللي هحلق. ابن حضرتك؟ لا برضه مش ابني، الملك هو اللي هيحلق. الله، الاستاذ محمد منير، اهلا وسهلا. بس ده ما حلقش من السبعينات، ده عشان يحلق لازم نقفل بقى يومها بقى، لان ما شاء الله شعره قد كده هيملى المحل. منير ايه يا اخينا؟ وانا بقول لك ملك الفرفشه؟ الملك ملك بيشتغل ملك اللي في السفاره اللي جنبكم، رئيس بلد يا بني ادم. يا نهار ابيض، وده اسمه ايه يا فندم؟ اسمه الملك رينجو. ده اللي جه بعد بيناتيل؟ لمؤاخذه باشا، طب هو سيادته هيجي امتى؟ يجي امتى ايه؟ فخامته معانا في العربيه بره. طب وسايبه ليه يا فندم؟ ما يتفضل. ولا بسرعه عده جديده بالاستك. انا يا اسطى. ايوه انت نور. مش حافظ غيرها ولا ايه؟ لا سعد بيقول حاضر يا اسطى. بلاش حكايه عده جديده لحسن تعوره ولا حاجه، ممكن تقضيها فتله بس عشان بشرته. نقضيها فتله سعد باشا. مش هوصيك على فخامته، عايزك كده تبقى كويس معاه وتتعامل معاه كويس. الراجل ده دماغه متكلفه، ما تقعدش تاكل دماغه بقى وشغل الحلاقين ده والراغي ده. موضوعين ثلاثه تتكلم فيهم وخلاص. مش طبيعي يا فندم. خلاص حاضر. فخامته هيجي دلوقتي، اوعى تقصر رقبتي. اتفقنا؟ تحت امرك. شد حيلك. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل فخامتك. يا لهوي. اهلا سعد باشا. اهلا سعد باشا. تنكيل قوي. مش هوصيك. اه طبعا. خلي بالك منهم. علينا يا فندم. امانه. طبعا فهم. سلام. تحت امرك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سعد باشا. مرضى يا فندم. انا الاثنين سيادتك. حالا يا فندم. حالا نجهز لسيادتك حالا، اقل من خمس دقايق وسيادتك هتبقى المؤاخذه بكلمه على الكرسي دلوقتي حالا. حاضر يا فندم. ولا العده الجديده بسرعه على. انا هفتح. امال امك يا اخي زهقتني. بسرعه على. الوقت اللي بيشتغل معايا اسمه ناصر، هو اللي بيشرب الكلام ده. انا يا اسطى. ايوه يا اخي شيل عني بقى، ده مالك هتوديني الداهيه. مش انا يا اسطى. استاذنك معليك، ما تقولش للجماعه اللي بره دول احسن هيودونا في داهيه. الله، انت طلعت زبل. حتى لما سيادتك دهيت مش هتلاقيها في بلدكم ولا بالشيء الفلاني ده، انا ابسطك وبشيك من هنا مولون اخر راشي. وفعلا ما سبتوش يومها غير لما انبسط مني على الاخر، وقال لي انت لازم تيجي معايا بلدي وتبقى الحلاق الخصوصي بتاعي.